السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذه الليلة من عتقائه من النار، وأن يغفر لهذا الجمع، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق عليه، آمين. الليلة أو اليوم رقم كام؟ 17. ايه الحدث اللي حصل في يوم 17؟ غزوة بدر. واليوم بتاع غزوة بدر ربنا سماه في القرآن بايه؟ بيوم ليه؟ الفرقان. والناس اعتادت ان تتكلم عن غزوة بدر وعن النصر وعن دروس الحقيقة في غزوة بدر لا تحصى ولا تعد، لكن احيانا هناك منطقة لم تغطى تغطية جيدة وتمثل الوجه الحضاري للأمة المسلمة وهي في مهدها، وهي تتكون، وهي في أول طريقها في تأسيس دولتها في المدينة. هذكر موقفين وسترون إلى أي مدى ارتفع الإسلام ونبي الإسلام بأخلاق أمة كانت لا تعرف إلا الكر والفر. الموقف الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى الجميل لمن مات ومن هو حي. أي إنسان أسدى إلى النبي جميلا، وهو في الحقيقة ليس لشخص النبي ولكن للدعوة، للإسلام، للمسلمين، لم ينسه النبي حتى في وقت النصر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ رحل المعركة نادى في المسلمين على اثنين قادمين في جيش قريش، من يراهما لا يقربهما بسوء. الاثنين جايين فين؟ في جيش قريش يحاربوا، يعني سيقاتل اثنين. واحد قال النبي انه مسلم وخرج اضطرارا، وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، اسلم وكتم اسلامه في مكة، وكان له عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينقل للنبي الاخبار، وكان له عمل في مكة، وخرج معهم حتى لا يظهر انه يعني خالف. فقال النبي لا يمسه احد بسوء. لكن انظر الى الثاني، الثاني ما كانش مسلم وكان خارج للقتال، وهو ابو البحتري ابن هشام. مين يا اخوة؟ ابو البحتري ابن ايه؟ ابن هشام. الرجل ده عمل ايه اصلا؟ النبي قال محدش يقربه بسوء حتى لو كان رفع سيفه، حتى لو كان بيقاتل محدش يقتل. لماذا؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل هو الذي سعى في حصار الشعب في فك الحصار عن الرسول والمسلمين. ابو هشام البحتري سعى مع مجموعة من قريش، وكان هو الذي يقودها، حتى ينقض الصحيفة الظالمة التي علقوها في الكعبة في حصار المسلمين وبني هاشم في شعب بني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى له ذلك، وقال هذا الرجل سيخرج في الجيش، من يقابله منكم لا يمسه بسوء. انظروا بقى الى هذا، لا ينسى، هذا رجل اسدى جميلا في يوم من الايام للأمة المسلمة، لا يمكن ينساه النبي وهو خارج في جيش. خدوا بالكم، يعني مش لا ينسى له هو رجل مثلا على علاقة جيدة ولا جار، لا، ده جاي يحارب في الجيش، ومع ذلك قال لا يقربه احد بسوء. اي اخلاق، ما كانت العرب تسمع عن مثل هذه الاخلاق في هذا الوقت.
الثاني كان مات، لكن النبي تذكر، لم ينسى. لما جاء الأسرع صناديد قريش ورؤساؤها وساداتها وسيفدون بأموال طائلة، الواحد منهم سيفدى بأموال طائلة، أغنياء قريش اللي كانوا في يد النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، ماذا قال النبي متذكرا من؟ متذكرا المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي ماذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عند عودة النبي من الطائف أغلقت مكة في وجهه الدخول، ما يستطيع أن يدخل، يريد جوارا، وما استطاع أحد أن يعلم أنه يستطيع أن يجير النبي ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره إلا المطعم ابن عدي. حمل أولاده وحمل قبيلته السلاح وطاف بالبيت وقال أني جار لمحمد، حتى قال له أبو جهل أعلى دينه أم مجرد جوار؟ قال لا، مجرد جوار. قال أجرنا من أجرت، خلاص إذا كنت أنت يدخل في جوارك فنحن نجير من أجرت للمطعم ابن عدي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد غزوة، والمطعم مات ما حضرش بدر، ومات مشركا، مش هنقول علشان هو مسلم ولا شيء، مات مشركا، يقول النبي لو أن المطعم حيا وكلمني في هؤلاء، يعني قال لي اديني دول كده من غير فداء من غير أي شيء، لأعطيتهم إياه لما صنع. يعني لو طلب مني 3 أكباد مكة دول من دون أي شيء، لو كلمني لأعطيتهم إياه. شوف يبقى هنا نشوف خلق، يبقى لم ينسى لأبي البحتري ابن هشام ما فعله، لم ينسى للمطعم ابن عدي ما فعل. يبقى ده وجه حضارة، هذه الحضارة، هذا هو التحضر الإسلامي المبني على أخلاق. الموقف الثاني موقف في منتهى العجب، في منتهى العجب، لا يمكن يحدث أبدا، لكن انظروا إلى عظمة الإسلام. سيدنا حذيفة ابن اليمان، تسمع عن سيدنا أبو حذيفة ابن اليمان؟ تعرفوا هو ملقب بإيه؟ ها؟ كاتم سر، بارك الله فيك، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان عنده سر النبي في المنافقين اللي هموا بقتله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الوحيد اللي قال له النبي على أسمائهم واحد واحد لأنهم كانوا ملثمين، أبو سيدنا حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي، قال له لا تخبر بهم أحد. سيدنا حذيفة كان رجل يعني لا يمكن يتخلف عن بدر، لكنه تخلف عن بدر هو وأبوه. سيدنا حذيفة يحكي لماذا تخلف عن بدر، ماذا يمكن أن يمنع صحابي كبير مثل سيدنا حذيفة أن يتخلف عن بدر في مخيلتكم؟ يعني سيدنا حذيفة يحكي والقصة صحيحة، يقول لما أردنا الهجرة أنا وأبي، واسمعوا القصة دي مهمة جدا 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 عشان نعرف إلى أي مستوى سما الإسلام بأخلاق المسلمين. قال وأنا في طريقي إلى الهجرة أبغي المدينة أنا وأبي، اعترضتنا قريش، مجموعة من قريش مسكوهم يعني وهم في الطريق، فقالوا أتريدون أن تنضموا إلى محمد؟ يعني أنتوا أسلمتم وبقيتوا؟ قالوا لا، إنما نبغي المدينة فقط، نحن رايحين المدينة زائرين، لا يعني مش رايحين كمسلمين وننضم إلى محمد. طبعا أهل قريش ما يقدروش يعودوا يجادلوهم في هذه القضية، مش يقدروا يمنعوا الناس أنها تتنقل، فاشترط عليهم واحد منهم ماكر، قال لهم تعطونا وعدا وعهدا أنكم إذا ذهبتم إلى المدينة فحاربنا محمد ألا تحاربوا معه، تدونا وعد بكده؟ فهم طبعا عايزين يروحوا المدينة، ناس عايزة تلتحق بالنبي، قالوا نوعدكم، فوعدوا وذهبوا إلى المدينة. وأراد النبي أن يخرج إلى بدر، فسيدنا حذيفة وأبوه
قالوا ده الوعد ده ما يمشيش، ده حرب، الرسول محتاج لواحد مش محتاج لأقل من واحد كمان، كيف ما نطلعش؟ هذا وعد ما يمشيش في الحروب. فقال سيدنا حذيفة: والله احنا ليه نتعب نفسنا، احنا معنا من؟ معنا رسول الله، احنا نحكي له القصة وننظر بما يجيبنا، هيقول لنا ايه يعني. فقال للنبي ما حدث: فانظروا الى عظمة الاسلام وعظمة اخلاق الاسلام وعظمة نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام. قال لهما: وفيا بوعدكما ونستعن بالله عليهما. لما هتوفوا بوعدكم احنا ربنا هيمدنا بالوفاء بالوعد بمدد يعادلكم واكثر. قال لهم وفوا بالوعد. وفوا بالوعد فين؟ في معركة، معركة يحتاجوا فيها الى اقل من وعد. المسلمين كانوا 300، المشركين كانوا 1000 وزيادة، يعني كل واحد في جيش النبي مهم جدا، ومع ذلك قالوا موفوا بالوعد ونستعين بالله عليه، احنا هنستعين بالله عليهم مش بيكم. ووفوا انتم بالوعد، يوفون بالوعد لمشركين فلا يحضروا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء بالايه؟ بالوعد والعهد والامان، في وعد وعهد وامان. كذلك احنا لما بنقول النهاردة اي مسلم في اي مكان في وجه الارض، كان في امريكا، كان في اي مكان، عندما تدخل الى بلد من البلاد وتعيش فيها فقد وقعت عهدا على الامن والامان، على السلم والسلام. لا يجوز لك تحت اي مسمى ولا تحت اي مبرر ان تنقض هذا العهد او تخونه او تسرق او تفعل وتقول لانهم مش مسلمين، انا هضرب الكريدت انا مش مسلمين، انا هعمل كذا وكذا وكذا واستحل الامر لانهم مش مسلمين. هذا لا يجوز. اذا كان النبي قد رفض لصحابيين جليلين احب اليهما ان يحضر هذه المعركة من الدنيا وما فيها وفاء بعهدهما، فما بالك بمن يرفل في نعمهم ويعيش بين ظهرانيهم. فهو أولى أن يوفي بالعهد وأن يكون عند الأمان. وربنا عندما قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لم يقل فأوفوا بالعهد للمؤمنين إن العهد كان مسؤولا، قال أوفوا بالعهد على الإطلاق. فأنت مسؤول أن توفي بعهدك وأن تكمل وعدك وألا تنقض وعدا وألا تنكث في أمر أنت والناس فيه على اتفاق. انظروا إلى هذه الحضارة، حضارة حضارة لا تستطيع الدنيا أن تصل إليه. هذا وجه في غزوة بدر قليل من يتحدث عنه، وهو وجه نحن نحتاجه لنقدم للناس الوجه الحضاري الراقي للإسلام. ليس عندنا أقرض أخاك بغير ربا واقرض غير المسلم بربا، ليس عندنا أن تعف عن المسلمة وأن تزني بغير المسلمة، ليس عندنا أن تفي بعهدك للمسلم وأن تنقض عهدك مع غير المسلم، ليس عندنا أي شيء من هذا. أخلاقنا ثابتة، أخلاقنا واضحة، أخلاقنا لا تتغير، مطالبين بالصدق مع المسلم وغير المسلم، بالأمان مع المسلم وغير المسلم، بالوفاء مع المسلم وغير المسلم، حرم علينا الربا مع المسلم وغير المسلم، حرم علينا الزنا مع المسلمة وغير المسلمة. أخلاقنا ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأفراد، وهذا ما نحتاج أن نقدمه للعالمين حتى يعرفوا ما هو الإسلام وما هو المسلمون. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رسل خير ندعو إلى الدين، لا نكون فتنة تصد الناس عن دين الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.